فهنا مشاهدين الكرام، بسم الله وعليه نتوكل ومنه نطلب السداد والتوفيق، ينطلق هذا الجمع الغفير من خيرة الجعدون الأصايل. الله الله، اليوم يزخر برنس الميادين بأعداد هائلة، نتمنى التوفيق للجميع ونرحب بالضيوف وأهل الدار، نتمنى لهم الناموس. فنغادر هنا إلى الصدارة وإلى المقدمة لنتواصل بالوصف والتعليق، فنجد متابعين الكرام مهدي واليوم ما في تهدي. نادر سالم بالورع العامرية، المركز الثاني مليح سليم بن حليط الدرعي، سلام يا أبو علي. المركز الثالث سراب محمد بن عبد الله راعي الطائرة العامرية. المركز الرابع ناتي إلى مبعد أحمد بن سالم بن محمد الدرعية. المركز الخامس يتواجد مع ملول عمر بن سليم بالدودة العامرية. المركز السابع مع شاهين محمد بن عبد الله بن غدير الدرعية. نقلتنا على ثامن المراكز، نشوف الأوضاع ونجد عندنا الصعب عبد الله بن حمد بالدليلة بالويع العامرية. نكتفي بالنداء، خذ لفة حتى العاشر، نكتفي بالنداء ولكن ما اكتفينا من العطاء كما اعتدنا على المشاركين في برنس الميادين، دائما يعملون لنا المفاجآت، دائما يتحفون المتابع هنا. وخلونا مع صدارة مع راعي سراب محمد بن عبد الله بن مصبح راعي الطائرة العامرية. المركز الثاني مهدي نادر بن سالم بالورع العامرية. المركز الثالث مليح عن سليم بن حليط بن حميد الدرعية. نشوف المركز الرابع، هل هناك شعارات جديدة وصلت؟ شاهين محمد بن نصيب بن سهيل بن يطبع العامري وصل إلى المركز الرابع. أما خامس المراكز فنتواصل هناك مع تواجد مبعد أحمد بن سالم بن محمد الدرعية. المركز السابع هناك راعي راهي سالم الرملي العامري. نعود إلى راعي الطيرة، سلام يا راعي الطيرة سلام. حضور لا زال قوية، ولا 1200 متر اللي تفصلنا عن نهاية زمن الشوط، هل عد تنازلية وبالطيرة العامري راعي سراب لا زال مسيطر. سلام ابو عبد الله سلام. المركز الثاني ما شاء الله، دخول خطير وهجوم قوية وشرس من شاهين محمد بن نصيب بن سهيل بن يطبع العامري. الكيلو متر الاخير، كيلو الامتحان، بدأت حركة قوية في الشوط بتغيير من شاهين محمد بن نصيب بن سهيل بن يطبع العامرية لينتزع الصدارة. المركز الثاني مهدي نادر بن سالم بالورع العامرية. الثالث بسم الله بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن. المسك سالم بن ثعلوب الدرعي، المسك ولونه لون المسك ما شاء الله تبارك الرحمن. أول نداء له في المركز الثالث، ولكن خلونا مع الصدارة، خلونا مع الحضور، خلونا مع شاهين محمد بن نصيب بن سهيل بن يطبع العامري الذي يسيطر على الشوط. المركز الثاني عند بن ثعلوب. الله الله الله، ال400 متر الأخيرة لا زال بن نصيب مسيطر، بدأ تشغيل المحركات، بن ثعلوب قادم. المسك أب 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 ما شاء الله تبارك الرحمن. المسك تابع المركز الثالث، تابع الثالث، تابع لشاهين الدحبة بن قنازل بن حمرور العامري في المركز الثاني. ولعت المسك بن ثعلوب بن حمرور في المركز الثاني. المسك سلام يا سفير الأشواط الرئيسية، سعادة سالم بن ثعلوب الدرعي يثبت الوجود بثنائية على التوالي. سفير الأشواط سلام، والتوقيت يتحطم، رحمك الله يتيم. المسك وما أدراك ما المسك، 4:28، 93 جزء من الثانية، الناموس لسعادة سالم بن ثعلوب الدرعي وأبنائه على هذا الإبداع المميز. سلام يا ممثل الرقعات المركز الثاني، كان من نصيب شاهين الدحبة بن قنازل بن حمرور العامري، قدم أداء يشكر عليه. المركز الثالث
كان من نصيب شاهين محمد بن نصيب بن سهيل بن يطبع العامري المركز الرابع. كان مليح سليم بن حليط الدرعي المركز الخامس. كان فيها مشبب بن ناصر بن سعيد بن ناصر المنهالي المركز السادس. كان من نصيب الصعب عبد الله بن حمد بالدليله بالويع العامري الناموس يرعي المسك الله وهذا الحضور الذي قدمه.